أميرة الشاي الاسم الحقيقي شيماء، يعني بالنسبة للناس اللي كيتسألوا كيفاش أميرة وكيفاش الشاي، شاي جاية من شيماء، الاسم الحقيقي ديالي شيماء، عمري 19 سنة، جي فيني ما فورماسيون كوم أوتيس دو لاغ بوندون دو زون باش ساليت قرايتي، دابا غادي نتفرغ إن شاء الله للمواهب ديالي، شونتوز وموديل. مقيمة بمدينة الرباط وشرفني اليوم تواجدي معكم في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وتلقيت بزاف ديال العروض بالنسبة للملحنين، يعني بالنسبة للمجال الفني والغناء، ولكن كانت العروض من ناس يعني من خارج المغرب، وأنا ما كنطمحش أنني نبرز الصورة ديالي في خارج المغرب، أكثر ما كنطمح أنني نبين الصورة ديالي في بلادي في المغرب ونبرز في الأغنية المغربية. من صغري وانا كيعجبني توسكي ارتستيك، الفن، الغناء، الموديليزم، بحيث انني دابا كنحضر الاغنيه جديده ان شاء الله غادي تنزل في 2019 بعنوان كذبه، وعندي اغنيه سابقه لعيب فيا، دخلوا شوفوها في يوتيوب.